أيا كان عمرك، فمن المؤكد أنك دائما ما ترغب في امتلاك أحد هذه المنازل المتنقلة حتى تفتح باب المنزل أو تستيقظ لترى البحر، بينما في يوم آخر ترى سلسلة من الجبال. وهكذا تكون حياتك عبارة عن مغامرة. تخيل أن تقوم بقيادة هذه المركبة الفارهة، أو أن تمتلك فندقك المتنقل الفاره الخاص بك. إليكم 6 منازل متنقلة لن تصدق أنهم موجودون. رقم 6، فاريو موبل. صنعت هذه الحافلة المدهشة بواسطة شركة مرسيدس بنز، وتعد من أكثر المنازل المتنقلة إثارة للدهشة، لأن مساحتها تبلغ 12 متر، وتتضمن صالونا ومطبخا كبير ودورة مياه وغرفة فارهة. هذا بالإضافة إلى موقف خاص بالسيارة وقمرة يمكن تمديدها من أجل مساحة أكبر. ولكن من المؤكد أن ثمن هذه الحافلة مرتفع للغاية. ما هو تخمينك؟ سأخبرك، إنه يصل إلى مليون دولار. رقم 5، فورتافل IH45. هل تخيلت ذات مرة أن يكون هناك قصرا على إطارات؟ حسنا، نقدم لكم هذه الحافلة التي تعد المنزل المتنقل الأغلى ثمنا مما صنعته شركة فورتافل، حيث يصل سعر هذه الحافلة إلى 1,300,000 دولار. تعمل هذه الشركة في إنتاج هذا النوع من الحافلات منذ عام 1967، وتعد هذه الحافلة بمثابة قطعة فنية، حيث يبلغ ارتفاعها 3 أمتار و80 سنتيمتر، وهي حافلة فارهة للغاية، وتتميز بمساحتها الكبيرة والمناظر البانورامية المتاحة للراكب والسائق. هو منزل فاره على إطارات. رقم 4، إيرث رومر. يعد هذا المنزل المتنقل متفردا من نوعه، نظرا لأنه تعدى كل التوقعات في عالم المنازل المتنقلة. لقد قامت شركة فورد بصناعة هذه المركبة رباعية الدفع من أجل محبي المخاطر والمغامرات على الأسطح الوعرة في الطبيعة. صنعت هذه السيارة من الخارج من السبائك المعدنية وألياف الزجاج، وقد تم تصميمها لتحمل أي ظروف طبيعية وكذلك الصدمات القوية، ومن الصعب للغاية أن تتضرر. أما من الداخل فقد صنعت من الخشب، وتحتوي على مطبخ كبير وغرفة نوم والعديد من الحجرات من أجل تخزين المؤن في حالات الطوارئ. أما المذهل فهو أن سعرها يبلغ 1.5 مليون دولار، وقد تم تصميم هذه المركبة بحيث تشعر أنك داخل منزلك الحقيقي. رقم 3، فيذر لايت فينتير. تعد هذه الحافلة هي المنزل المتنقل الأغلى ثمنا في العالم، وقد صنعت بواسطة شركة فيذر لايت. يصل ثمنها إلى 2.5 مليون دولار، مما يجعلها بمثابة هوس لكل رجال الأعمال، لأنها تنطوي على الكثير من الرفاهية والروعة في كل تفاصيلها التي صنعت من أفضل المواد وأغلاها ثمنا في العالم، مما يجعل مجرد تفقد هذه الحافلة بمثابة فرصة متفردة في الحياة. لسوء الحظ تعد هذه الحافلة مجرد حلم بالنسبة لنا جميعا. رقم 2، إليمنت بالازو سوبيريور. يعد هذا المنزل المتنقل هو الأكثر إثارة للاهتمام في العالم، فهو متفرد للغاية، حتى أنه لا يصنع منه سوى 5 نماذج سنويا. يتراوح سعر هذا المنزل بين 2.3 إلى 3 مليون دولار. تبدو هذه المركبة وكأنها مكوك فضائي، ويصل وزنها إلى 20 طن وطولها إلى 12 متر ومساحتها 30 متر مربع. كما أن هذه المركبة مزودة بسقف يمكن أن يتحول إلى سطح يبدو وكأنه سطح يخت. أما الأكثر إثارة للدهشة فهو أنه من الممكن توسعته بشكل أوتوماتيكي في أحد جوانبه. لقد تم تطبيق كل ما يتعلق بصناعة المركبات والطائرات والسفن والطبيعة في هذه المركبة، إلا أن المحظوظين فقط حول العالم هم من يستطيعون الحصول عليها. هذه المركبة ليست الأفضل لعشاق السرعة، لأن سرعتها لا يمكن أن تتجاوز 150 كيلومتر في الساعة. رقم 1 وأخيرا، تروك سيرف هوتيل. يقول المثل إن المظاهر خداعة، من الممكن
يمكن أن نلاحظ هذا الأمر في هذه الحافلة والتي تبدو وكأنها شاحنة لنقل البضائع، ولكنها تخفي أشياء مثيرة للدهشة، حيث إنه في داخلها يوجد فندق متفرد ومتطور تكنولوجيا. فقد تبدو مجرد شاحنة عندما تتحرك، ولكن عندما تتوقف فإنها تتحول إلى فندق من طابقين على إطارات. تحتوي الحافلة على العديد من الغرف بالإضافة إلى 2 من دورات المياه ومطبخ كبير ومنطقة للتجمع مع أصدقائك. حاليا تعمل هذه الفنادق المتنقلة في أوروبا وتتجول بين أفضل الشواطئ التي يرتادها المغامرون وراكبو الأمواج الذين يمتلكون الملايين، بما معناه ليست لي ولك. بعد أن رأيت كل هذه المركبات، أي منهم تبدو لك الأكثر إثارة للدهشة؟ لا أريد أن أقول لك أن تمتلكها أو أن